لماذا غضبت الولايات المتحدة مؤخراً من الوزيرين الإسرائيليين بتسليل سموتريتش وإيتمار بن غفير؟ خلال الأيام القليلة الماضية دعت واشنطن أحد الوزيرين للخجل والآخر بأن يكف عن الاستفزاز. لهجة أمريكية قوية تتصاعد مؤخراً ضد وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، آخرها ضد اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تعليقاً على اقتحامه باحات المسجد الأقصى وأداء الصلوات فيه وبصحبته ما يزيد عن 2000 إسرائيلي. هذه الأفعال الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في لحظة محورية، حيث ينبغي أن يكون كل التركيز على الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش فقد رفض دعوة الولايات المتحدة لإجراء محادثات لإبرام اتفاق هدنة مع حماس. الوزير المتطرف ندد بمقترح الهدنة قائلاً إنه يساوي بين الرهائن الإسرائيليين والإرهابيين الذين يقتلون اليهود بحسب وصفه. مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إن سموتريتش يجب أن يخجل من تشكيكه في نوايا بايدن. غضب واشنطن من سموتريتش ليس الأول، فقبل أيام أيضاً قال الوزير المتطرف إن تجويع مليوني شخص في غزة حتى الموت سيكون أمراً مبرراً وأخلاقياً في سبيل تحرير الرهائن الإسرائيليين، وهو ما وصفته الخارجية الأمريكية بالخطاب الضار والمسيء.